بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. ملخص الشوط الاول كده على السريع، زي ما بندي الجواب الماضي حقه لما الراجل بيشتغل صح والراجل بيدي للعيبه حماس وروح وعزيمه وبيشتغل تكتيك كويس، لازم لما جمال بالماضي يعمل حاجه غلط لازم ان احنا نتكلم فيها. معلش لما تقرر تفتح الناحيه الشمال وتقرر تهاجم برامي بن سبعيني وقدامه يوسف البلالي، مفترض انك تبقى سايب وراهم لعيب مساك سريع شويه، مساك سريع يقدر يغطي المساحات اللي هم يسيبوها، انما جمال بالماضي قرر ان هو يبدا بجمال بالعمري، ودي عندي مشكله فيها. عبد القادر بدران وعيسى مندي كانوا عاملين شغل كويس مع بعض، ليه قررت النهارده تحط جمال بالعمري؟ مع ان لو دورت على الهدف هتلاقي ان الهدف اللي جايبه الراجل يوسفو اللي هو الباك الشمال، لا الباك اليمين اسف بتاع منتخب بوركينا فاسو، الراجل جه وقطع ودخل ورا جمال بالعمري وسجل الهدف الاول للمنتخب البوركيني. رياض محرز ما كانش كويس جدا الشوط الاول بقدر ما هو جاله كورتين كان ممكن يخلص المباراه. الكره الاولى قدر ان هو يسجل بيها الهدف الاول، الكره الثانيه عتب على رياض ان هو ما قررش يشوط، رياض قرر ان هو يعمل الخيار الاسهل والخيار الامتع بالنسبه لرياض محرز ان هو يعمل اسيست ليه لعيب زي بغداد بنجاح عشان يسجل هدف ثاني. لا الكره قدامك في السته شوط مش هتيجي الفرص دي كتير، خصوصا ان انت رغم انك كنت كسبان 1-0 بس ما كنتش سيد الملعب، ما كنتش انتوا افضل لعيبه في الملعب. يعني منتخب الجزائر حاسس ان في صرباح، حاسس ان في خوف، حاسس ان في حماس مش عارفين يسيطروا عليه، حاسس ان المنتخب الجزائري متلخبط جدا ونازل عايز يعمل سكور على المنتخب البوركيني، مع ان المنتخب البوركيني مادي اداء كويس ومستغلين كويس قوي ان لعيبه الجزائر خارجه بره المباراه. يعني لعيبه الجزائر مش مركزه خالص، ما فيهمش حد مركز غير يوسف البلايلي. البلايلي اللي فيه جمله كان شغال عليها بالماضي هنا في المباراه اللي فاتت، اللي مفترض ان احنا كنا بنطول ونلعب على يوسف، او بنطول واسلام سليماني او بغداد بينزلوا ليوسف. الجمله دي الوحيده المنتخب الجزائري لسه فاكرها من الماتشات اللي فاتوا. اما منتخب الجزائر الشوط الاول ما كانش حاضر ذهنيا ولا كان حاضر جوه الملعب كتركيز. اتمنى ان السيد جمال بالماضي يقرر ان هو يغير لعيب زي رامز زروكي، مش شايف قدامه حرفيا هو وجمال بالعمري. اتمنى ان انا اشوف ادم زرجانة، واتمنى كمان ان انا اشوف عبد القادر بدران مكان جمال بالعمري. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش اعمل سبسكرايب، وفي الحالتين ان شاء الله منتخب الجزائر يعرف يخلص الشوط الثاني على خير.